لفريق برشلونه في الشوط الاول كان ممكن انه يسجل اكثر من هدفين في الشوط الاول. اول ربع ساعه كانت خطره بالنسبه لبرشلونه سواء عن طريق بيدرو عن طريق ميسي، هدف رائع جدا من ميسي داخل منطقه الجزاء من لمسه واحده على طول، فيها تكنيك عالي وفيها حضور جيد بالنسبه لميسي، تمركز كان رائع جدا. ايضا بالهدف الثاني كان مساهم بصوره كبيره جدا، لكن الانطلاقه الرائعه من ديمبلي على الطرف والمتابعه من بيدري داخل منطقه الجزاء، عمل مركب بالنسبه لفريق برشلونه، استطاع ان يسجل عن طريق الهدف الثاني. كان بامكان برشلونه يسجل اكثر من هدف في الشوط الاول. إليكم الترتيب المؤقت للليغا، حيث برشلونة في الصدارة ب 78 نقطة متفوقا بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد وبثلاث نقاط عن الريال، مع مباراة أكثر لبرشلونة مقارنة بأتلتيكو وأيضا بالريال. تحدثنا عن طرفي برشلونة، هما من صنع الفارق اليوم، ألبا من جانب وديمبلي من جانب في الهدفين. نعم محمد، اليوم الفعالية في الجهتين، دائما نشاهد برشلونة قوته بالجهة اليسرى عن طريق قلبه، لكن اليوم بوجود ديمبلي اللي يمكن لأول مرة يلعب بمركز الظهير، السرعة العالية والتمريرات التمريرة الحاسمة للهدف، نعتقد الطريقة بالنسبة لبرشلونة تعطي أيضا واجبات مهمة للاعبي الوسط بيدري وديون في التواجد خلف رأس الحربة. لهذا اليوم شاهدنا ديون في الكرة الأولى اللي كان ممكن يسجل منها هدف، وبيدري بثلاث كرات كان ممكن يسجل ثلاث أهداف، لكن الحضور الأخير في الكرة اللي مررها ديمبلي. إذن اليوم تنوع واضح بالنسبة لأسلوب برشلونة في فعالية على الأطراف بالنسبة لديمبلي وألبا، وفي العمق عندما يدخل من الخلف بيدري وديونغ. نعم. أعتقد شغل جيد لبرشلونة على المستوى التكتيكي، الفريق كان ممكن يخرج بنتيجة أكبر، واضح الفريق جاهز حاضر بدنيا ذهنيا لهذه المباراة. كما قلنا لا وقت لهدر مزيد من النقاط، واضح البرشلونة حاضر بشكل